المقادير على الشاشة. بلزمنا لنحضر صحن بقدونسية جانبي، بدنا بقدونس، عصير ليمون، ملح، طحينية، لبن اختياري للناس اللي بتتحسس بلا منه. للتقديم بدنا رمان ونعنع أخضر، جرجير وعصير ليمون. يلا يا قمر تفضل. هلا حليما نحط البقدونس. بقدونس مفروم ناعم. نعم مفروم ناعم. وبدي أضيف الفلفل والثوم. فلفل وثوم مفروم ناعم. مفروم ناعم. نعم. ومريتال الخلايلة كتير مبسوطين على طريقة السمك، وللتأكيد هو سمك مشوي بالفرن وليس مقلي. الزيت اللي شفتوه بالصينية لأنه حطته تحت الشواية يتحمر السمك، فبالتالي صارت درجة حرارة الزيت عالية فكان صح؟ أكيد. يلا هي حطت لنا طحينية. طحينية. نعم. جميلة الخرشة. جاوبوني بصير نحط صينية طحينية على السمك من برا بصير، بس الطحينية مع الليمون رح تشد وتنشف السمك، فزيدي المي عشان المي يصير فيه بخار بالفرن بالتالي ما تنشف. بس كثير زاكي، احنا عملناها اصلا في يوم جديد. نادية محمد وسهام صباح، لؤي الزامل، املي بالله، الامل بالله دائما وابدا، امري تال الخلايلة، اهلا وسهلا فيكم. واكيد ما رح ننسى دائما نقدم شكرنا وامتناننا لوجود رعاة مطبخ يوم جديد باشكالهم جميلو القلب والقالب. وانا كطاهي بهمني كثير الشركه تكون متجاوبه معي بكل الاصناف، بهمني الصنف كجوده لانه انا اللي باكل الاكل بالاول وبالاخر. أكيد فالشكر موصول دائما لاسواق الكرمل للخضار والفواكه، موجودين بثلاثه فروع مختلفه، والان هم قيد التحضير لافتتاح فرعين في عمان الغربيه، بالاضافه الى ارز تحفه، تونه الصياد، في منها بالزيت وفي منها بالمي، ثلاث علب بدينار وما فيها زنخ، التنتين كثير طيبين جربوهم. بالإضافة إلى منتجات الكسيح، رنج كامل من الألف إلى الياء، كل ما تحتاجه الست تحت إيدها، حتى شكله حلو شكل الكيس لو خليتيه زي ما هو بخزانتك، خزانة الليمون كتير شكله حلو. علب الملح والفلفل أسفلها حديد مش كرتون، يعني بضمن أنه أنا لو أجعل مي أو أي شيء ما يخرب. بالإضافة إلى الطحينية اللي أول عن آخر إحنا دائماً بنستخدمها، ومنتجات إلها أول ما إلها آخر، فكل التوفيق لجميع الشركات ولكل أبناء هذا المجتمع الكريم. تفضل. يعطيك العافية. يلا هلا حطينا بقدونس. نعم. وحطينا ليمون وملح عليه الصلاة والسلام، توم، فلفل توم، فلفل، وحركناهم مع بعضه هيك. ما حطيت اللبن؟ ما بنحط لانه اختيار. احنا هو اختياري، في ناس كثير بتاثر من اللبن مع السمك. نعم صح، مش كل الاجسام بتتحمل اللبن مع السمك 100%. كنت يعني هو اختياري حسب ما الجسم هو بتحمل. طب اطلع على الكاميرا واحكي مراشد، انا حابه كثير الناس يشوفوها بوجه طيب. الله يسعدك حبيبتي. هلا خلصنا احنا هلا هيك المقادير. يا سلام. تمام عنك ستي، يلا سوي لنا الصحن بالشكل النهائي. طبعا القوام للطحينية زي ما بدكم، ممكن تقريبا ليمون او مي. ليمون او مي، بس انا حطيت ليمون كثير ازكى مع السمك. حطيت ليمون مع السمك لانه اصلا السمك روحه بالليمون. ربي يسعد هالضيفه، ما اجملها وما اطيبها من الجرش. احلى تحيه حبيبتي. الله يسعدك حبيبتي. الله يسعدك. فرحة طيشات يسعدهم متابعين التلفزيون الاردني ومتابعين الشيف علا، هذا شرف لنا وجودكم، راس مالنا والله. طيب ام يارا يسعد صباحكم، منورين الشاشه، وبدنا كيكه، عملنا كثير حلويات الاسبوع الماضي كثير، بس هلا في نهفه جديده رح نطلع فيها، رح اغششهم. لا هلا في غريبه. طيب مش على السريع. شوفوا ما احلى شكل البقدونسيه من تحت ايد ام راشد، النفس الطيب دائما بجمل الاكل قبل شكله، فدائما هيك اصنعوا اطباقكم بحب حتى يطلع كثير حلو.